هذا هو الطريق هذا هو الطريق ونبقى لندعمكم أول الطريق بإذن الله وكلنا مع بعض وندعمك بإذن الله أول خير ولا أخوك الله يكرم أبوي ما شاء الله خير أبدو مشروع الله يوفقك كل خير الله يسلمك كلنا معك بداية نجاح كلنا معهم يا رجال كلنا معهم الله يسلمك الله يسلمك اسمع رقمي عندك أبد هذه البداية الله إذا أخذ الله إذا أخذ يعطي العوض يعطي العوض بإذن الله الحمد لله يعطي العوض بإذن الله والله يعني شوف شوف والله الذي لا له ما حد فرح من قلبه يعني عشان مضبوط بس ان شاء الله نوقف معكم كلنا ترى كلنا معكم كلنا معك ترى والله كلنا والله انا ادري افرح ولا احزن والله العظيم والله العظيم يا لكن تاكد ان الامر خير تاكد ان الامر خير احنا ترى شوف يا احمد هذا بدايه مشوار احنا على وعدنا احمد احمد ترى البرنامج اسمع يا احمد طيب يا خلونا نجري معوض معوض هداية ترى الاخوان بعد قبل طلعت ما طلعت نبقى اخوان وعلى كل الناس هنا تواصل باذن الله بعد تواصل باذن الله قلنا ان شاء الله احنا عند كلمتنا هذه بدايتك كلنا لا احد مسجل لكن الحمد لله انت اخوي الحمد لله هذا كلام دخل احد مسجل هدف كلكم تسجلون والله تشرفت معك الحمد لله تسمع عبد الرحمن متى زعل الحمد لله والله هذا كاتب الله لي احمد الشراني انا رقمي جاك سام خل 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 سلمت عليه لا نخش من الله يسلمك ابد ولا ما بشك ما بشك والله ما بشك تعال يا احمد تعال استريح لا والله الحمد لله ما في خاطر استريح استريحوا يا الربع استريحوا اللي طلع بيروح لهذا هو بيعيش حياته صحيح الله يوفقكم ان شاء الله واحنا طال عمركم احنا كاخوان والله اننا عرفناكم ونعب وداعمينكم ان شاء الله الحين وبعد البرنامج وان شاء الله اللي يشوفنا بيدعمكم باذن الواحد الا احد وهذه بدايه انطلاقتكم يمكن بكره تكونون لكم جماهيريه اكثر منا صح ولا لا كل شيء مكتوب من الله ولكن لا تروح السليل وتنام اشتغل على نفسك شهر كامل بلا لا لا تنام شهر وش شهر استنى ساعه استنى ساعه خير في مختار الله نعم نطلع باذن الله ونلقاكم بإذن الله الله يوفقك وانطلعنا ان شاء الله دعمك الله ما ننسى الله تعالى اسلم اسلم انا ابغنا افضل اصلا بحما شفناكم تاهلت وجلسنا معكم 12 يوم يعلم الله كاننا داخلين معكم نعم يعلم الله ان ما يحتاج حزن عادي ما بها شيء هذا الواحد يتمنى انه يدخل القريه قد اللي عنده لكن هذا كاتبه الله لي صحيح والحمد لله يمكنها خيره لي وياك يا احمد صالح والدوسري سمعوا اسلم برش اسلم صبر صبر انتم طلعتوا من الغريه بس ما طلعتوا من اسلم برش صلوا على النبي اول شيء اللهم لك الحمد لله ان ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا مبروك كل الشباب اللي دخلوا القريه مبروك لأحمد وسعد لأن ما تدرون وش الخيرة فيه الخيرة في مختاره الله يمكن الله رادكم عن شر أعظم من أنك تدخل القرية أنت الحين إذا ركبت سفينة ما تدري أنت تغرق ولا لا وتكون مطمن ومرتاح لأن القبطان يقود السفينة وانت خايف فكيف في حياة يديرها الله سبحانه وتعالى عسى أن تحبوا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
ما تدري وش الخيره فيه، يمكن الله رادك عن شر عظيم اذا دخلت القريه وتبقون اخوان وعزيزين، ويعلم الله ان كل ابوكم اخواني ما جمعت امي والله يوفقكم، وحنا معكم الحين وحنا معكم الحين وقبل البرنامج وبعد البرنامج، وانتم اخوان ومنا وفينا والحمد لله كسبنا اخوان. شاهد الله ان اللي عندكم افضل من اللي عندنا، وشاهد الله دائما في حياتك يكون لك مكان، يكون لك بصمه. طيب ممكن انتم الثلاث، طيب نتكلم الشباب ولا طيب ممكن اثنين انتوا طلعتوا، ممكن الناس موجودين في القريه والله ما يسووا حاجه، بس انتم يعلم الله والله شاهد على كلامنا وضعتم بصمه في ناس دخلوا البرنامج ما وضعوها في قلوبنا للامان. انتم من الناس اللي نحبها، واذا الناس فعلا اذا ما حد طلب رايك عبد الرحمن، اذا الناس طلب اذا في ناس حتوقف معاكم او حتساعدكم او حت الجمهور هذه طلب، احنا حنطلبه خاص من الجمهور، ما حد حيقول لك يا سعد انك انت خاسر. عارف الخاسر مين؟ اللي يكون يقدم كلام وما يقدمه للناس، هذا هو الخاسر. انت الان تتوقع ان الجمهور اللي معاك حيتخلى عنك؟ ما حيتخلى عنك الا الجمهور الغير وفي. انت الان حتطلع بناس اوفياء معاك للمستقبل، بس انت الان فكر كيف حتخلي هذول الناس يوقفوا معاك. يعلم الله مشاريعنا في الحياه انتم من اصدقائنا وانتم اللي حبيناكم، وانا بعتذر لعبد الرحمن يعني من الله عشان اختصر الكلام، فعبد الرحمن يزعل علي عشان يرجع له هو يتكلم براحته. فوالله العظيم لكم مكان خاص ولكم معزه كان. اسمع خالد، قول لا اله الا الله. عبد الرحمن خالد بس انا ما نتكلم، انا اجيب لكم عشان الشباب يا الربع بعد منكم، هذا باسم اخواني كلهم ان شاء الله. مطلق لا اقول لكم شيء، انا قد دخل علي واحد في السناب وقال لي يا صالح تدري انا صوتك ما يعجبني، بس انك تعجبني اخلاقك. فالربع هذا مثال على ان الربع يعني يملكونا باخلاقهم وبطيبهم قبل نشوف وش يقدمون في القريه، وهذا يكفينا احنا، عرفت؟ ويكفي الجمهور. نعم ولا انا اطلبه من الجمهور سواء جمهوري او جمهور اي احد من ذا الشباب او محبيننا انهم يوقفون مع اخواننا، ترى كانهم موقفين معنا. انت اسمع وما تدري وش الخيره فيه، يشهد الله ان احنا كسبنا اخوان، واقسم بالله اني ما اقولها في وجهكم ولا اقولها في وجه العيال، انكم من اكثر الناس خلقا، واني اقولها في وجهكم وفي قفاكم، عرفت؟ هذا اللي كسبناه، وان شاء الله ان معكم لين الاخير. وهذا حال الدنيا، بكره صالح بيطلع، بكره سعد بيطلع، فلان بيطلع، هذا حال الدنيا، عرفت؟ لكن هنا نعم، لكن هنا تبين رجال اللي شرواكم، بينت رجال اللي شرواكم اللي رضوا بالقدر. الواحد ابتسامته ما شاء الله هذا عرضها، هو قال انه بيطلع، وهذا من طيبكم وتربيتكم، عرفت؟ وان شاء الله انكم برا ما تدري وش الخيره فيه، يمكن نطلع ونعينكم احسن منه. والله العظيم انك ما تدري عن اللي بيصير. المكسب ان احنا عرفنا والله، والمكسب الله يوفقكم والله العظيم، المكسب اخلاقكم والمكسب. لا تنسون تصوتوننا زين. والله 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 بقلب عليكم، بقلب عليكم يا ربع، بس انتم تسمحوا لي بس ودنا احنا نسمع منهم. ايوه اسمع شاهد الله يا جماعه ناس شخصين يعني يوم عرفتهم انا بالنسبه لي فيهم طيبه قلب وبياض قلب، الشاهد الله يعني تفوق على البعض، يشهد الله. هذا رسول الله. الشيء اللي صار يعني فعلا احنا خسرنا شيء كثير، لكن ربي كاتب ان شاء الله الافضل لكم. وباذن الله باذن الله باذن الله يعني الخوه اللي جت على انها بتستمر على وعدنا وعلى اتفاقنا، وباذن الله على وعدنا كلنا اللي موجودين ذولا احنا ندعمكم بعد البرنامج باذن الله. ما والله في واي قال كلمه من بدايه البرنامج، قال اذا ما كسبنا في كل مدينه اخي ما كسبنا شيء البرنامج. والله اني كسبت اخ وكسبنا اخوان، والله اني ابتل عني، وانا قلت لكم يا جماعه عن نفسي وعنكم تواصل وارقامنا موجوده، والجروب نفسه زي ما هو كانكم موجودين معنا سواء قعدت ولا طلعت. وابد احنا اخوان، بس شوفوا زي ما قال صالح ولا اكررها، التصويت لا تنسونا يرحم والديك. طيب شباب خلينا انا بقلب عليكم سعد، نبي ناخذ كلامك سعد واحد. اسلم يا سعد. سعد قل اللي في خاطرك. اللي بقوله انتبهوا، انا اخوكم من كل كلمه بتقولونها، وانتبهوا من كل فعل بتسوونه، وكملوا الشيء اللي ما قدرت انا واحمد ان نسويه. الله يوفقكم ان شاء الله. توصل رساله اللهم هادفه توصل لمشاهد، يشوفكم صغير يشوفكم كبير يشوفكم كل واحد، اهم شيء حتى احنا نتابعكم، وان شاء الله احنا بعد نشجعكم بعد. لا شجعوني انا، واهم شيء توصلون زي ما قال سعد، توصلون الرساله احنا جايين نوصلها. وسامحونا بعد عكس سامحنا عبد الرحمن. وصيه وصابها الله سبحانه وتعالى للرسول، وصيه وصابها الله للرسول صلى الله عليه وسلم وقدوتنا،
لهذا اللي عندي، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أحيانا الإنسان يشوف هذا رزقه ويستنس به لكن ما يدري أنه فتنة له. ورزق ربك خير وأبقى، ليكتب الله خير وأبقى. اللهم لك الحمد على كل حال. أكيد 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 أختصر كلامي بس الله يحفظك. الله يبيض وجيهكم ويجزاكم خير ويعلم الله انك. اتوقع ان المشاهدين شافوا مثلا احمد طول الوقت مثلا اغلب الوقت يعني فيه سمت وصمت، وشافوا سعاد مثلا فيها الحراره، وشافوا ويعلم الله اننا نشوفهم بالباص ونشوفهم بالسكن ما نشوف منهم الا الطيب وما نشوف منهم الا المبادره. واحيانا ترى الانسان ما يقدر يعمل الا تحت الضغط، وانا اعترف انه الان سعد واحمد يعتبرون تحت الضغط كونهم استبعدوا. فسبحان الله يمكن انت ما تعطي كل اللي عندك الا بهاللحظات. احنا مثل ما قالوا شو، ولو ودي اطول ترى احنا تعاهدنا قبل لا يبدأ البرنامج أننا نفزع مع اللي يطلع قبل لا نفزع مع الموجودين، وأنتم قدامكم الخير. هذا الكلام داخل قلوبنا يا حبيبي. كلمة أخيرة، أنا أتمنى وأطلب طلب من الجمهور دعمكم، ما أبدا دعمهم أبدا كأنهم دعمنا، إن دعموكم. وأنا عارف أن الجمهور جمهور وافي وجمهور يعني ما والله من جد، فالله يبيض وجيههم، واتمنى من الجمهور انه يدعمكم. الله يسلمك. وفوزان ودنهم يتكلمون، ودنهم ياخذوا فرصتهم يتكلمون. هل اللي عنده سؤال لسعد ولا لاحمد؟ اللي يبغى يقول شيء يدعي لهم بس. نعم سؤال صح في مبادره يا عيال. احمد تسمع لي ترى؟ ابد قل. يا ترى اجل زواجك كان شهر 11 واجل عشان هنا. الله يوفقك. لا ودنا تصبر الى ما نطلع ونحضر الزواج. اي والله والله يجربك لك من انت ايش تصبر انت اذا على ما نسوي زواج لا سمح عليه انه يشرب الخباب. الله يسعدك والله انت والله ما ندري الله إذا قدرت تنتظر ترى والله نفرح ودنا نتشرف بحق والله. أنا شرفني حضوركم وأتمنى أنكم تجوز. أحمد اللي يفوز بالمركز الأول يعطيك منها 150,000. لا أنت مقطع كمتك عندي خلاص. الجمهور حتى شافوا أحمد. أحمد مقطع كمتك عندك بس أنا ما أبغى أقوله تحت الكاميرا. لازم تجوز. لا 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 الله يسلمك. الله يوفقك. يا شوية يا والله يشرفني والله اللي صار. ايش يمشون الان؟ يا دق هوا ما بقى عليه شيء. دق هوا شوف فنجان جلي لازم يسعد لو تشوف. تعال اسعد والله اني ما بقيت يا جاي. بس اعطني فنجانين الله يحفظك الله يحفظك يلا من عاد بيفطر معنا خلاص ما عاد يفطوش فطرنا ان شاء الله. بس السلام عليكم بتزوج الحاج. الله يوفقك. الله يوفقك. الله يوفقك. يلا تواصلنا اي شيء اي شيء راني امنتك بالله. اسمع يعني تراها قوي شوف اسمع ترى احلى كلمه احلى كلمه احلى كلمه الواحد الرب اللي قسم عليك خلك واهق والله يخلك واهق. الرب يعوضك خير ذكريات عندنا وراح تشوف. الرب يعوضك خير واحسن. صحيح صحيح. طمن قلبك. لا تاخذها خلها. الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك. ما فيك مشكله. بس اشتغل اشتغل.
ترى وسلم والله انت مسامحون يا رجال ما شفنا منك شف الحين قبل شوي يقول عبد المجيد يمكن المادي اقسم بالله انها هدوء انها اطيب ميزه في الرجال الثقل والرزانه والاخلاص هذا انا اشهد والله العظيم انها معروف الحمد لله لا يكفيك انه كان في الفندق محرك اهم شيء لا تنسون اهم شيء ها الله يحفظك ان شاء الله وهذه اسماكم تعال اتفضل وباقي يا هني باذن الله بارك يا عاد لا تتزوجين والله نشوف انا وضعنا نشوف كيف شو اني اقولها لك لازم نحضر الزواج مقطع وردك شكرا متابعين الحلقه على تويتر انستغرام وسناب استغلها اي والله اي والله استغلها استغلها وصل الحلم حلمك مو مترتب على القناه حبيبي استغلها حلمك مو مترتب على القناه هذا كفو والله علمك انا الله يسلمك وبيض وجهك شو بسام احمد والله ماني رحم الا بسام احمد حبيبي لا يردك الا جواز يا بسام لا بغيت اي شيء ترى انا اخوان لا بغيت شيء كانك سيارة حالي بالقصور يا بالله يا بالله والله اني بوحش يا الربع يا الربع الروميد حقي لازم اوحشة تعال بالحضن تعال يا احمد يا احمد خلينا معك خلاص طيب ما هو من خبر كنت والله خير ما شفت منكم الا الخير يعلم الله ما شفت منكم الا الخير سام ساعتها لو شيء تبيه ناقص عليك شيء احمد الله يطول عمرك هذه خلا معك هديه جاتني بحياتي رقمي هذا ابد حاضر يا حبي يا الربع يا شباب بالله بكل صدق وكل محبه وكل تقدير قبل لا يمشون بهالثواني الاخيره سمعونا اقوى تحيه لهالاثنين الغالي لا طالب ما جات لك الخير